السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما شفتوا العنوان ديال الفيديو، بزاف ديال الناس سولوني شحال كيسولوني بزاف علاش قطعت الفيديوهات من شهر 9 تقريبا، من الاخر ديال شهر 9 حتى شهر 3 وما بقاش كتلوح لينا الجديد. حتى القضيه ديال هاد الوراق في المانيا ديال بطاقه الاقامه الدائمه ولا الوراق بصفه عامه في المانيا، ديما كيكون فيهم اجورنامينتو، يعني ديما كيكون فيهم تجديد، ديما كاين القانون كيتبدل، كتزاد شي حاجه كتنقص شي حاجه، يعني ما كتشامش، خاص ديما تعطي لواحد. وانا هادشي ولفت لكم دابا عامين ديما كنعطيكم الجديد، ولكن وقفت في شهر 9 بسبب المرض كما كتعرفوا. بزاف ديال الناس اللي متبع القناه راه عارفين بانني كنت مريض، واليوم بغيت نعاود لكم. بزاف ديال الناس وكيسولوني شنو هاد المرض اللي كان عندك، كيفاش شي دراري كنهضر معاهم في البريفي كيقول لك علاش ما هضرتيش على هاد القضيه هادي في اليوتيوب. المهم اليوم غنبارطاجي معكم هاد المرضى هادي اللي دازت عليا، حيت ما كانتش مرضى سهله، كانت مرضى صعيبه، والحمد لله بالفضل ديال الدعوات ديالكم والخير اللي درنا مع الناس ربي خرجنا منها سالمين الحمد لله، مع انها كانت صعيبه وصعيبه بزاف. المهم نعاود لكم المرضى كيفاش بدات. هي المرضى عندها قديمه ماشي جديده، هي قديمه وبقات كتراكم حتى وصلت لهاد الحاله هادي ديال انني دخلت في الكوما، وغنجيكم من بعد نعاود لكم كيفاش دخلت في الكوما. هاد المرضى هادي بداتني في 2018، كانت توفات الوالده ديالي الله يرحمها بالكونسير. المهم جلست مع داك الشهر ديال شهر 8، رجعت انا مثلا بالجمعه بالاثنين، رجعت بالاثنين، هي توفات الاربع، يعني بقيت معاها شهر في المغرب، رجعت الاثنين توفات الاربع، وما قدرتش انني ما حضرتش للدفين ديالها، يعني ما كانتش الطياره، كلشي لا يسكال بنهار، وكانت دار ليا اكتئاب. ويعني الا كنتي مكتئب راه اي مرض ياثر عليك. بعدا باش تعرفوا هاد القضيه، يعني خلال هاد السنتين اللي جريت فيها على راسي عند الاطباء هنا في المانيا، فهمت بان الطبيب بوحدو ماشي كافي، يعني حتى الحاله النفسيه، واختي فهمتو من الحاله ديال الام ديالي فاش كنت كنجري معاها على الكونسير وداكشي، يعني الحاله النفسيه حنا كنا كنسمعوا بان الحاله النفسيه خاصها تكون، ولكن منين دخلت فيها انا عاد باش فهمت بان الحاله النفسيه ديالك كتقدر تجيب لك اي مرض، اي حاجه كتولي تاثر عليك. يعني انت منين دخلت في هذا الاكتئاب وداكشي يعني مرضت، يعني بالاضافه انني كنت كندخن، والحمد لله دابا يعني من شهر 9 ما دخنتش الحمد لله، تهنيت منه رحمه الله وشكرته، وعاودتاني البرد وكاع داك الامراض اللي جمعتي في حياتك كامله. والمشكل الكبير هو انك ما كتمرض وما كتمشيش عند الطبيب. هادي فينا حنا المغاربه كاملين، حنا المغاربه كاملين فينا هاد القضيه وخاصنا نحيدوها. انا كنصحكم لهاد الفيديو، اللي غيشوف هاد الفيديو كنصحو بهاد القضيه هادي دايره. حنا المغاربه كاملين كنامنوا بداك الخزعبلالات ديال الحدير الحلبه، دير البزار مع الحامض مع الليمون مع العسل، دير مخين زادير الزعتر. وهنا في المانيا كاين، حنا بالاخص الناس اللي كنهضروا على الناس اللي في اوروبا، الطب بحال الطاليان كارتا سانيتاريا فابور، نوض كعاده صعيب يدوز على راسك، ولا هنا في المانيا عندك لاسيرونس ديال الطب، عندك الاوكا ولا الادي ات سي، نوض جري على راسك كلشي فابور، بركه من المخينزه وبركه من الحلبه. واش واحد مريض بالمعده بقى الحلبه تتموت، خاصك تنوض دوز. هذا هو من المشاكل اللي كنت كنعاني منهم انا، يعني كنت كنمرض وما كنمشيش عند الطبيب، كنشرب اوكي ولا كنشرب اسبرو ولا شي حاجه، ملي كيتراكم عليك داكشي. هذا دابا قانونيا دابا في المانيا، الا مشيت للطبيب وقلت لهم راه كنت كنمرض وما كنتش كنجي، راه ما يقدروا ما يخلصوش لك العلاج، يعني ديما خاصك تقول مع عمري مرضت. هذه باش ننبهكم لها. المهم فاش جيت من المغرب، دازت واحد شهر 8، دازت خدمت بحال هكا ما كاين حتى شي مشكل. المهم دخلت في اكتئاب وكذا، ماشي اكتئاب، المهم اكتئبت واحد شويه، حنا المغاربه تقريبا ما كنكتئبوش. المهم ما بقيتش كما كنت، ملي كتمشي توفى لك الام ديالك بحال كيطيح لك الظلمه، بحال الضو كيمشي لك واحد النص ديال الضو، كتكون كتخدم ب 220 واط كتولي خدامه ب 110، يعني الحياه كتبدل لك، كتحس براسك كبرتي. عاد باش كتحس بالكبر، يعني كلشي كيتبدل لك، ما كتبقاش كما انت، ما داك الموتيفاسيون اللي كتكون فيك ديال الشباب كتمشي لك. علاش؟ ملي كتكون شاب كتكون باغي تجري تبيع وتشري نخدم ندير نفعل كذا كذا، كتوفى لك الام ديالك كتحس براسك داك الشباب بحال كيمشي لك، بحال كطفى حتى ديك الموتيفاسيون كتمشي معاها، كتحس براسك بحال كبرتي. المهم هادشي حتى هو لعب دور. المهم بالاضافه انني كنت كنكمل كارو وكنت خدام في واحد الشركه ديال الميتال ميكانيك. المهم هادشي كامل انا اللي كنت كنتصور انا الخدمه ديالي اللي دير لي هادشي، ولكن ماشي خدمه اللي دير لي هادشي. المهم في شهر 3 ديال هادشي كنهضر لكم في 2018، رجعت من المغرب، بديت كنحس راسي ماشي بخير، كانت فيا نيت واحد الحساسيه، لحمي كيولي كله احمر، كيولي كله دوارات حمرين، يعني كنتنفخ وما كنقدرش نتنفس. المهم داز شهر 8 9 10 11 12
درت كنت درت واحد الحجامه في المغرب، ديك الحساسيه كانت مشات واحد شويه. انا في شهر جوج، في الاخر ديال شهر جوج بديت كنحس براسي ماشي هو داك ديال 2019، بديت كنحس راسي ماشي هو داك. المهم كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، بديت كنتنفخز بزاف. انا كنت كنخدم في القروه اللي كتخدم بالسكه، خاصني نطلع مثلا حتى للكاتريام ايطاج، فداك المصنع اللي كنخدم فيه خاصني نطلع حتى للكاتريام ايطاج، يعني واحد الدروج بعاد على الدروج ديال الحديد، خاصني نطلع حتى للكاتريام ايطاج باش كنركب في القروه، باش كنهز الحديد، كندوب كندي الحديد للفران بواحد العيار كبير. ديك القروه كتمشي وكتجي في واحد السكه، وانا ديك الطلعه اللي وليت كنطلع ما بقيتش كنقدر نطلع، كنطلع كنحس بحال اللي عندي جوج قلوبه، واحد كيضرب لي هنا وواحد كيضرب لي هنا. وحنا كنعرفوا ملي كيكون القلب كيضرب لك في شي بلاصه اللي ما خاصهاش تضرب، مثلا في صبعك كتعرفك راه مقيح، يعني عندك انفيكسيون. وانا كنت كنلعب كره، يعني كنت سبورتيف، ماشي شي واحد اللي في المغرب ولا في الطاليان ولا. ملي جيت لهنا زدت اكثر، وليت كنلعب مع فراقي ديال السيزيام دي ديفيزيون، وليت كنلعب كنتريني ثلاثه مرات في السيمانه، كنلعب 90 دقيقه حتى 120 دقيقه في نهار الحد، بعض المرات كنلعب جوج ماتشات في السيمانه لا ربع ولا حد، يعني كنتريني سبورتيف ماشي شي واحد اللي. المهم جاتني هذيك كانت رالي واحد المشكل في 2013، باقي نعقل في 2013 مشيت درت واحد التيست باش ندخل نخدم في هذه الشركه هذه، وداروا لي حتى كيديروا لك حتى تيست تاع الصدر. قلت لي انت يا سبورتيف ما عرفتش علاش صدرك مخنوق، يعني هذا المشكل عندي قديم انا وما كنتش عايق به. المهم في الاخر ديال شهر جوج بدا كيضرني صدري بحال هكا، هي هذيك. واحد النهار طحت حسيت بالسخونيه، ما بقيتش كنقدر نتنفس، جيت للدار بغيت نوض الغد ليه بالصباح، باش كان عندي الليل، كان عندي الليل، وجيت نعست مع الصباح، يعني نعست مع الصباح وفقت مع هذيك ثلاثه ما قديتش نوض، يعني صافي، يعني فوق من الجهد ديالي، يعني مريض وكنمشي نخدم ما قديتش نوض. عيطت لهم قلت وقع لي شي حاجه عاديه، عيطت لهم قلت لهم راني ما غاديش نجي، راه كنحس بحاجه، هما ديجا كانوا عارفين عندي هذه المشكلات. المهم يا داك بقيت شي يومين كنشرب اوكي، راك عارف اوكي اسبرو العسل، راك عارف كل واحد شنو كيقول لك دير، والو داكشي ما قضيت شي حاجه. نهار الثالث عيطت لواحد الدري صاحبي، الدري صاحبي سميتو عبد الرحيم، راه كنت درت عليه واحد الفيديو كان تيرا الوراق، كان جا من الطاليان وكنت درت عليه تيرا الوراق، ومشيت انا وياه وتيرا الوراق، عيطت عليه صراحه، هو اللي نفعني في هذه المرضه الاولى والمرضه الثانيه، هو اللي وقف معايا تما وقفه ديال الرجال. عيطت عليه داني، مشيت عندهم، دخلت كيديروا في البرونتو سوكورسو في الاسعافات الاوليه، دخلت دخلوني عيطوا داروا لي الدم الايكاغي ديال القلب كلشي صافي. قال لي انت غتبات عندنا ما غاديش تمشي. انا ملي كيقول لك الطبيب غتبات هنا في المانيا في السبيطار في البروتو سوكورس، وعرف القضيه فيها شي حاجه ماشي القضيه حامضه، عيط لصاحبي قلت لي صافي سير بحالك، راه قالوا لي غادي تبات صافي. بدت بداو كيديروا التحاليل ديالهم، التحاليل ديال كاكا، التحاليل ديال البول، راكم عارفين كلشي. ملي كتدخل عندهم من السبيطار في المانيا تبارك الله كينضيو كيديروا لك من جميع النواحي، كيخرجوك جديد، واخا هما ما عندهمش دياغنوستيك مزيان، ما كيعرفوش المرض بالزربه، كيتعطلوا باش كيعرفوا المرض. عندهم داكشي بشويه بحال العقليه ديالهم في الطوموبيلات، في الخدمه ديالهم كل ديك العقليه عندهم، عندهم ستاجر بزاف، يعني المهاجرين هما الاطباء الواعرين هنا في المانيا، الالمان لا علاقه بالطب. المهم غد لي مع الصباح قال لي عندك هرتس موسكول انسوندونك، عندك انفيكسيون في العضله ديال القلب. الله يا ودي، والعضله المشكل ديال العضله ديال القلب مشكل كبير، العضله ديال القلب راه هي اللي كتضخ الدم في، هي اللي كتضخ الدم في الدوره الدمويه، هي اللي في الاوعيه الدمويه، هي اللي كدير الدوره الدمويه، يعني الا ماتلك المشكل يعني راه صافي متي، واش يعني خاصو اش غيديروا لك؟ غيديروا لك مشكل جديد، ضروري غتكون شي حاجه شي اباري ولا شي حاجه، ولكن الله يستر حنا ما بغيناش نوصلوا لذاك الشيء. المهم قال لي راه عندك هرتس موسكول انسوندونك، وعندك شويه ديال انفيكسيون في الفم المعده، وعندك شويه ديال انفيكسيون في المعده، وعندك شويه ديال انفيكسيون في الكبده. شوف شحال ديال الانفيكسيون، هادو كلهم عندي في لوكوردي. ومنين جا هادشي هذا الله اعلم. صافي بقيت تما في السبيطار شي شهر، تحاليل يوميا مع الصباح، الدم تحاليل الدم مع الصباح، ما عرفوش شنو هو داوني، ولاو كيديوني ولاو كيجيو دي بروفيسور من 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 الجامعه، مع السبيطار اللي مشيت فيه انا هو كلينيك وفي نفس الوقت يونيفرسيتي ديال ماربورغ، ماربورغ راه في نواحي ديال فرانكفورت، الناس اللي في المانيا يعرفوها، واحد المدينه سميتها ماربورغ، كنت درت عليها فيديو في القناه، فيها غير الجامعات، كيجيو لها الناس من المغرب، من تونس، من الجزائر، من المانيا، من كرواتيا، من فرنسا، كيجيو لها بزاف جامعات معروفين ديالها.
المهم كانوا كيجيو دي بروفيسور كيدخلوني لواحد البيت وكيشعلوا واحد التلفازه وكيبداو يعرضوا داكشي ديالي التصاور ديالي والتخربيق. حيت درت سكانير شي 3 ولا 4 المرات ودرت واحد السكانير اخر خاص بالسميتو بلي زانفيكسيون. يعني هاد السكانير كيطلع غير لي زانفيكسيون ماشي ديال الهرس ولا ديال ولا داك العادي ديال ديال بحال لي غيم في المغرب ديال الكونسير ولا هذا. هذا حتى هو كيجبد الخيخ ديال الخيخ. واحد السكانير اخر فتكال حتى هو ما جبد حتى شي حاجه. المهم بقاو تقراو عليا كيفاش امتى جاك هادشي امتى ما جاكش هادشي ملي جيتي من المغرب زعما جاي من افريقيا راه غتجيب معاك شي مرض. انا جا الامراض هنا فين في اوروبا فين مرضنا في المغرب كاع ما كنا كنمرضوا. المهم ما فهمو حتى شي حاجه في الاخر قالوا لي عاد لي بروفيسور اللي كانوا كيجيو هادوك لي بروفيسور دوك الخبرات عرفتي اللي كيكون ها كتكون عينيه مسدوده واحد عينيه مسدوده واخر كيكون شعره واقف ديال بحال هكا. فهمت بان القضيه ما كايناش كل نهار يجيو مع الصباح يحيدوا لي الدم هبطوني يدير السكانير بدي تلفو. في الاخر قالوا لي راه عندك فيروس ولكن راه ما عرفناش شنو هو الفيروس. المهم خرجت دازت شهر وليت شويه الحمد لله بخير خرجت صافي حبست كوره حبست كلشي. هرت موسكن انسونوغ اللي كنقول ليه هرت موسكن انسونوغ ولا انفيكسيون في العضله ديال القلب كيدير الوجه. ما هنا في المانيا معروفه يعني بزاف كيمرضوا بها ما عرفتش واش من ستريس ولا فهمتيني. اللي كتشوف كيقول لك كيقول لك انت دابا في المستقبل خاصك تحاول على راسك. يعني في المستقبل مادام مرضتي دابا انت كانت ديك الساعه عندي 36 سنه ولا 35 كيقول لك مادام انت باقي هكا شاب ومرضتي يعني في المستقبل تقدر تكون عندك مشاكل. قلت لهم من هنا لقدام ربي تما. المهم حنا نشوفها دابا عندنا ثلاثه الوليدات باقي صغار خاصنا نربيهم هذا هو اللي مهم. يعني كبروا يديروا 18 عام الا بغيت مول امل انتهامات ويدي امات ما اناش جالسين كنصنعوا في العلامات. المهم هي هذيك صافي دازت هذيك المره رجعت عاوتاني نخدم. خدمت 2019 خدمت في شهر 5 يعني مرت في شهر 2 دخلت السبيطار شهر جلست عاوتاني واحد الشهرين ويا المالادي. هي هذيك رجعت خدمت شهر 6 شهر 7 نهار 20 شهر 7 قبل في البدايه ديال شهر 7 بدا كينوض فيا واحد الحبوب. دابا نوريكم نخلي لكم التصاور ديالو وفي الاخر غادي نخلي لكم التصاور باش تشوفوا التصاور ديال الكلينيك والفيديو ديال الكلينيك فاش كنت في الكوم ونخلي لكم التصاور ديال الحبوب. بدا كينوض فيا هذا الحبوب هذا كينوض فيا واحد الحبوب بحال البركان كيتنفخ وكيتفرقع فيه الماء. يعني انا هما انا شكيت فيهم هما حيت فاش كنت نعس في السبيطار كانوا كيعطوني دي زانتيبيوتيك انا عندي حساسيه من من من, من الدواء. واحد النهار فقت كلي من فوخو فيا بحال الحناش حمرين حنوشه بحال كيقول لك دوارات حمرين بحال الحنوشه كلي عامر من فوخو هنايا وهما شافوني فرمليات وتخلعوا فهمتيني. وغد لي حلا حتى بدلوا لي الدواء بدلوا لي حتى الماركه ديال الدواء. انا لاحظت هما عطوني شي دواء اللي ولا كيدير لي داك الحبوب وداك الحبوب باقي فيا حتى لدابا عامين ونص دابا كان انا كنعاني منه باقي ما خليت حتى شي طبيب في المانيا وباقي ما حيدش مني. المهم داز هذيك شهر 7 بديت كنت في الحبوب هبطت دوزت كونجي في الريميني رجعت من الريميني صافي مشيت عند الطبيب على قبل داك الحبوب قال لي فك الجربه. قلت يا والله يا ودي راه فيا الجربه مالي انا جاي من اريتريا راه اريتريا ومبقاش فيها الجربه. قال لي لا لوطيل كنتي نعستي فيه في الطاليان واقيلا كره كانت فيه الجربه وكذا صافي عرفتو ما منوش عطاني واحد الدواء باش نديرو انا وولادي ومراتي. قلت لي يلاه يا ودي قلت انا شهر وانايا في هادشي كون كانت جربه كره ولادي ومراتي كلهم عامرين بهادشي هادي الجربه واش انت عرفتي شنو هي الجربه. الجربه راه ما تنعس ونيت هاد الحبوب هذا ما كانش كيخليني نعس كنوض بالليل كندوش باش ما نحكش فيما حكيتي كينوض لك راه كنقاس اللحمي كينوض فيها باقي فيا لدابا ولكن دابا خفاف ملي دخلت السبيطار وخرجت خفاف ما بقاش كما الاول ولا عندي في واحد الجهه في الحزام ولا عندي غير في الحزام. المهم هي هذيك قلت لي هادش كاين واش كاين قال لي لا عندك جرب. مشيت درت هذاك الدواء وتبدلت هذاك الطبيب حيت عرفته ما منوش. مشيت درت الطبيبه اخرى صيفطاتني عند واحد الكلينيك صيفطاتني عند واحد الطبيبه اخرى ديال الجلد. مشيت عند ديك الطبيبه ديال الجلد بقيت متبع معاها عطاتني دي انتيبيوتيك ولا كتصور لدرجه انني كنت كنشرب معها 24 غرام ديال الكورتيزول في النهار والو واحد الكريمات وما خليت ما جربت. عاوتاني مشيت عند واحد البراكسيس اخر متخصص في الجلد حتى هما عطاوني قالوا لي فك الجربه. عاوتاني درت هذيك ديال انا ولادي ما فهمت لهم راه عام دابا ويا فيا وولادي ما فيهم والو كيفاش انا فيا جربه ولادي وعائلتي ما فيها وصحابي في الخدمه وكلش نتوما مراد. داروا لي حيدوا لي طرف ديال اللحم من ظهري مشاو داروا تحليله ما خرجاتش لهم جربه. عاوتاني مشيت رجعت عندك الطبيبه الاولى عاوتاني حيدات لي تحليله من ظهري ماشي جربه وبقات كتعطيني في الدوايات والكريمات جميع انواع الدوايات والكريمات جربتها الدواء الاحمر من المغرب جبت انتيبيوتيك من المغرب كريمه من المغرب الاعشاب ها بالعمان ها بالحسن ها احمد جميع انواع الاعشاب جربتهم والو ما كاين حتى شي حاجه. هي هذيك
مشيت عاوتاني عند واحد بريكسيس اخر عاوتاني في هاد ماربورك هادو تما ما فهموا والو. دابا عطاوني ورقه قالوا لي سير عاوتاني للكلينيك فهداك الحبوب ما فهموا حتى شي حاجه. المهم نكمل لكم خليت لكم في شهر 7 هي هذيك في شهر 7 عاوتاني ديال 2019 مشيت للريمينيجيت كيفاش بدا فيا تي بقيت كنجري كنجري على هاد الحبوب هذا ما كاين حتى شي حاجه. داز 2019 دخلنا في 2020 جات كورونا هي هذيك بقينا في الديور كاسا دي انتغراسيوني نص خدمه ونص كاس كاس دي انتغراسيون صافي. بقى فيا داك الحبوب عاوتاني كيقتل فيا كيعمر ليا ظهري كله لوكور ديالي كله عامر. دابا نخلي لكم التصاور دابا تشوفوهم منين نصايب الفيديو وندير لكم التصاور والفيديوهات نخلي لكم حتى الفيديوهات ديال المرض في الاخر. هي هذيك صافي بقيت حتى لشهر 9 ديال 2020 شهر 9 ديال 2020 عاوتاني كنحس براسي ماشي هو هذاك كنسخف عاوتاني. جيت للدار الركابيه ديالي تنفخوا انا ناعس ركابيه تنفخوا ولا منفوخين كبار كتعطيني المراه عندي باراسيتامول كنولي شويه بخير. كنهبط نسوق الطوموبيل كيبداو يحرقوني الركابي وكنبقى نغوت كنغوت كيحرقوني الركابي وكنغوت في الطوموبيل غادي كنسوق وكنغوت صافي. 3 ايام ما بغيتش نمشي للسبيطار طلع لي داكشي في راسي يعني حتى ما بقيتش باغي ندير لا فيديوهات ما بقيتش باغي نعيش كاع اصلا يعني مرض اكتئبت ما كنخرجش من الدار الخدمه الدار الدار الخدمه مده ديال شي عام ونص ولا عامين كنخرجش ما كنخرجش ما كنهضر عندي صحابي كعمات ما تخرج ما كنخرجش ما كنتلاقى مع حتى شي واحد يعني تعقدت من هذاك المرض وداك الحبوب وديما مريض الحمد لله على كلشي. عامين ونص وانت مريض كتخرج من مرضى كتدخل في مرضى كتخرج من مع ذلك كندير لكم فيديوهات وكندير لكم خاطركم وكنجاوبكم وكلشي بزاف كانوا كيعايروا وكيسبوا وعطينا غير وقت وعطينا كذا وبنادم ما عارفش شنو كاين بنادم ما كيخربط. المهم يا هذيك حتى شهر 9 ما قديتش جات واحد 3 ايام دزت عليا العذاب صافي المرض ديالي وتعيط لي لصاحبي كنت كنسخانه كطلع لي 39 40 عيطت على داك الدري صاحبي عبد الرحيم نيت الله يذكره بخير موقف معايا في هاد المرضى وقفه ديال الرجال. المهم عيط لي الداني عاوتاني للسبيطار الداني عاوتاني للسبيطار دخلوني عاوتاني قالوا لي انت فاجئت على هاد سمعت كل انسان عندك على انفيكسيون في القلب صافي قلبوا طاطاطات قال لي انت غادي تبات قال لي انت كما كنتي جيتي اليوم غدا غتموت وربي شاهد عليا في هاد رمضان هذا قال لي انت كما كنت جيتي اليوم ما كنتيش غادي تكمل غدا. هي هذيك شدوني داروا لي عاوتاني التحاليل كذا قالوا لي تبات عيط لصاحبي قلت لي غنبات مشيت صافي باقي عاقل فقت مع الصباح مشيت بالليل 3 الصباح فقت مع الصباح كنلقى راسي في واحد البيت صافي وكن بغيت الماء ما كاينش الماء كنت غنبغي الماء شي 3 السوايع ولا 4 السوايع وانا كنعيط لهم وما كيسحب لهم فيا كورونا ولا ما عرفنا حتى واحد ما بغى كنعيط لهم في التليفون جيبوا لي الماء سدين عليه الفيت وعطاني التليفون ما بغاوش يجيبوا لي الماء خرجت حيحت عليهم تما ما يجيبوا لي القرعه الماء صافي ويجي الطبيب في العشيه. جا الطبيب في العشيه حاجه واحده اللي بقيت عاقل عليها هو انه كان كيهضر معايا هو كيهضر معايا انت منين انا سولته من غير واحد الطبيب من اليونان من غريشلاند سميتو بحال هكا داك السميات ديال هيركوليس بيريتوليس عرفتو انايا اكليكوليس الحاجه داك السميات اللي فيهم ليس في الاخر. قلت لي انت مليون قال لي انا مليون قال لي ولكن انا كبرت تزاديت انا والدي مليونين وانا تزاديت صافي حقل عليه كيهضر معايا وكيدق لي واحد البراوات هنا كيدق لي داك لي شير 3 ولا 4 البراوات هبطني عاوتاني لتحت نزلني وهبطني للسبيطار الكلينيك لتحت لاكاب كاين ستاسيون تما فين كاين العنايه المركزه وانا ما كنتش عارفه عنايه مركزه صافي. دخلت تمايا ويدخل عندي واحد خيتي من اوكرانيا بدات كتهضر معايا حتى هي انت منين انت الطبيبه منين بداو يسولوك انت منين انت كدا عارفهم راه باغيين يديروا لك شي بلان معنا دوز لفت السبيطارات ولفت شي عقت بهم عقت بها راه كدير لي شي حاجه ومره مره كضرب لي برا تما الفوق كدا عرفتهم باغيين يعسوني ولكن ما كنتش عارف راسي غندخل في الكوما صافي. داروا لي الدوايات دخلوني كوما صافي بداو كيقولوا المراه ديالي راجلك راه دخلناه كوما حيت عصابي بزاف واش عنده شي كريدي واش عنده شي كاجا واش عنده شي كريدي ديال شي دار. الحمد لله ما عندي لا كريدي لا والو على الستريس ديال الخدمه والستريس ديال المرض داك المرض اثر عليا في هذيك المده ديال عامين صافي. دخلت في الكوما صافي ما تجاوبتش مع الدواء منين شنو لقاو عندي لقاو عندي ليغيونيل باكتيرين. شنو هي هاد ليغيونيل باكتيرين؟ هاد ليغيونيل باكتيرين هي واحد البكتيريا كتعيش في الماء يعني هاد البكتيريا كتعيش في الماء. هاد البكتيريا هادي ماشي كتشربها ولا هاد البكتيريا كتكون في الماء سخون يعني هي كتعيش غير في الماء سخون بحال دابا في الدوش هي كتدخل لك من الدخان ما كتدخلش لك من الماء من الدخان ديال الماء كتدخل مع الدخان ديال الماء من النيف. انا شكيت فيها من الخدمه عندنا في الخدمه فين كنخدم
ولا كنت دوشت في شي بلاصه في شي تيران كنلعب فيه كره، حيت هو داك درجه الحراره خاصها تكون مضبوطه، مثلا في 20 ما تعيش فيها هذيك البكتيريا. الا طلعتي درجه الحراره مثلا 25 26 كتعيش هي داك الحراره في داك البكتيريا في 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 داك الماء، كتكون في البلاصه اللي كيسخنوا فيها الماء غالبا بالكاز، كتكون كتعيش بزاف. انا شكيت فاش ديت اما في الخدمه يا اما في شي تيران فين كنت كنلعب كره، وانا يا شحال ما لعبتش الكره، يعني منين خرجت من السبيطار ما لعبتش الكره، يعني كون كنت فيه كره عاقبه في السبيطار، يعني هادي شديت انا في الدوش ديال الخدمه. هي هذيك ديك البكتيريا كتقتل البكتيريا، قلبوا على ليغيونيل بكتيريا، ليغيونيل بكتيريا راه كتقتل، راه كاينه في الطاليان كاينه المانيا فيها بزاف اللي كيموتوا بليغيونيل بكتيريا، يعني كتكون في اليوتيوب ديال الماء في الدوش في الديور، فهمتي دوك الديور القدام، فهمتي داك الدور المخز داك اليوتيوب اللي كيكونوا مخزين. صافي هذيك دخلوني الكوما، صافي المراه ديالي كتجي عندي، انا نوريكم الفيديوهات راه غنخليهم لكم في الاخر تشوفهم. المراه ديالي كتجي عندي كيقول لها راجلك راه الحال القضيه عنده صعيبه، ما تجاوبتش مع الدواء، والحراره كتوصل ليه 39 40 درجه. المراه عندي قالت لي جيت عندك لقيتك في 39، بداو كيجبدوا الثلج من الفريغو وكيغطيوك به باش 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 تبرد. صافي قالوا لها ما عندنا ما نديروا لي، قال له ادعي لي، يعني كيفاش خرجت من هذا المرض راه ربي كبير، هاد الدعاوي ديالكم وداك الخير اللي كنا كنديروا مع الناس في القناه وفي يوتيوب وفي في 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 الواتساب وفي فيسبوك، كنا نجاوبوا الناس الله يرحم الوالدين شكرا كذا. والله العظيم اخوتي الا مني خرجت الا قلت هاد رضات الوالدين وهذوك الناس اللي كنت كنعاون هما اللي وقفوا لي تا تا مول الامانه ما ديتش امانته. وكنت كتجي المراه ديالي كيقولوا لها ولدك كيف 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 فكر في ولد الدراري بزاف، كيهضر على الدراري بزاف، كيبقى يهضر على ولادو بزاف وكيبقى يعيط عليك. واحد النهار بقيت كنعيط على السميه ديال المراه ديالي الليل كامل، وانا هادشي ما عقلتش عليه. انا فاش كنت في الكوما، راه فاش كتكون في الكوما كتحلم شي احلام اللي غريبه، فهمتوا. انا حلمت بزاف ديال الحوايج اللي في شكل، حلمت وحدين باغين يقتلوني، طبيبات باغين يقتلوني ودقوا لي برهنه باش يقتلوني. كنت كنحلم راسي فاش فقت قلت له، كنت كنحلم راسي خدام مع واحد الشركه كنسوق رموك هنا في المانيا، شركه ديال واحد الجزائري، يلاه شوف شركه ديال الجزائري ديال الرموكات. وحلمت راسي خطفوني واحد 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 خينا اخر عاوتاني مغربي عنده كلينيك، وبقى حبسوني ما بغاوش، بغاو يقتلوني باش ياخذوا لي الاعضاء ديال لوكور ديالي. وحلمت مراتي حتى هي كانت مصاحبه مع الطبيبه ومشاركه معاهم باغين يقتلوني، ومنين فقت بديت كنقول لها تيقت هي تيقاتني، كذبت عليها هي عاودت لها داكشي اللي كنقول اللي كنت كنحلم به، هي داخت فهمتيني. كتبقى انت تسمع وانت راه كتكون في الكوما، ولكن راه كتشوف واخا ناعس راه كتشوف، وداكشي كامل كيوقع لك افلام في دماغ. المهم هي هذيك داس، نعست تقريبا 10 ايام في الكوما، صحابي جاو عندي مساكن شافوا دوك الحاله، اللي كيبكي اللي كيقرا لي القران، يعني ما كانوش كيتصوروا كنت خير وسلام، ما كان فيا حتى شي حاجه فهمتيني. صافي جات الازمه ديال كورونا، سدوا خوتي جاو عندهم فرنسا ما خلاوش يدخلوا، ما بقاو يخلوا حتى شي واحد يدخل. يعني المره ديالك صايت ليها من الدار بالتليفون قالت لي فيما كنفيق مع الصباح كنعيط للسبيطار هو الاول باش نشوفك واش باقي حي ولا مت، حيت على حساب داكشي اللي قالوا لها، قالوا لها راسك راه غادي يودع فهمتيني. كل نهار مع الصباح كنت انا اولادي اللي كانوا ولادي كانوا مبرسطين، يعني الدراري باقيين صغار فهمتيني، والوالد ديالي 3 سنين ما شفتوش، كنقول نشوف با ونشوف خويا ولادي عاوتاني، وديك الساعه اللي بغى يوقع يوقع. صافي الحمد لله ربي دار لي فيها الخير. هي هذيك دوزت واحد 10 ايام صافي، خرجت من السبيطار، ماشي خرجت من السبيطار انا اللي بغيت نخرج، 9 ايام دوزت تما، من بعد دوزت من وراها، نقول جلست في شي شهر في السبيطار، من نهار 4 حتى نهار 29 خرجت عاوتاني. بداو يديروا لي حيت ملي كتنوض من الكوما كيكون العضلات ديالك كلهم ماتوا، ما كتبقاش تقدر تتحرك، ما كتحركش كاع، ما تقدرش تقطع يدك، ما تقدرش تحطها بحال هكا في عينك ولا في نيف، ما تقدرش، كتولي مفافي. المهم بداو يديروا لي شويه ديال الترويض، صافي انا بديت كندير الترويض صباح وعشيه، كندير سبور واخا ما كنقدرش نوض. صافي بشويه بشويه واحد النهار وقفت ومشيت للطواليت بوحدي، قلت ليه جا عندي داك الفرملي اللي كيغسلوا ليك وداك الشيء، فهمتي، ودار لي تيو حاشاك باش كنبول وداك الشيء، قلت ليه حيد لي هادشي تيو ديال البول، قلت ليه ما بقيتش باغي نبول في تيو، قلت ليه باغي نمشي، وليت باغي نمشي للطواليت، باغي نتمشى، حيت وليت باغي نتمشى باش هما يشوفوني كنتحرك باش يخرجوني. صافي مشيت للطواليت، وهاديك الساعه الطبيب قال لي راه ولا بخير، خرجوني من الانتنسيف ستاسيون، خرجوني من العنايه المركزه، طلعوني الفوق. صافي طلعوني الفوق، ولاو كيجيبوا لي الماكله ما كناكلش، مع انت كنتي في الكوما فهمتي، كيجيبوا لك الخضره وداك الشيء، وانا ما كانش عندي مع ديك الخضره ما كناكلش فهمتي، كنهبط نشري شي حاجه لراسي. صافي وكنت دوشت وداك الشيء، وكيجيني الحريق بالليل، مع
كان 9 ايام وانت ناعس راه كلشي كيضرك، راه يدك ما كتقدرش دير لهم بحالك. المهم هي هذيك صافي خرجت من السبيطار جيت للدار صافي ما بقيتش كنتحرك ما تجاجعت. عندي الطبيبه عطاتني 6 شهور مالادي، دابا انا 6 شهور وانا جالس هذا الوقت كنهضر معاكم. اليوم راه 28/4/2021 في رمضان، راني باقي ما مشيت خدمتش الخدمه، تيسالي لي رمضان دابا، باقي عندي واحد جوج ديال الكونترولات وباقي فيا داك الحبوب، مازال خاصني نرجع للكلينيك، ولكن ان شاء الله غير سير من دار غنمشي نخدم، حيت لا سيرونس كتبقى غادو كتنقص ليك في الصالير. جا هو الصالير نقصت منه بزاف تقريبا واحد 40%، ودابا كيبقى غادي وكنقص غادي وكنقص، يعني خصني نرجع نخدم ونبقى متبع ان شاء الله هذاك الشيء مع بنادم ميدي. اما القناه اخوتي كما قلت لكم راه ما كنصور منها والو، 30 اورو في الشهر 40 اورو، ما بقيت كندير كاع حتى شي حاجه اصلا. المهم يا هذيك هادشي اللي كاين. دابا انا وليت الحمد لله بخير كما كتشوفوا، خرجت من الكلينيك فيا 72 كيلو، دابا راه فيا 94 كيلو سمانيش ايوا، وليت بخير الحمد لله في صحتي، ولكن داك الحبوب باقي داك هو اللي داير ليا الاكتئاب باقي لدابا. لدابا راني باقي ما كنخرجش ما كنمشيش ما كنتحال، شهر الدراري ساكنين حدايا صحابي ما كنهضر معاهم حتى شي حاجه. المهم الحمد لله دابا راه بخير، عاملين دست هذيك الصعيبه، هاد الحبوب هذا ماشي مشكل ان شاء الله غادي نلقاو ليه الحل. ايوا هذا ما كان اخوتي، هذا هو هذه هي لي استوار اللي سولتوني عليها. كتبوا لي في الكومنت الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه، وان شاء الله الفيديو الجاي غندير لكم كيفاش جيتوا لالمانيا. كنت وعدتكم انني في رمضان غنديروا لكم من الاول نهار نعاود لكم كيفاش جيت لالمانيا ونديروا حلقات، حيت ما نقدرش نعاود لكم كيفاش جيت لالمانيا في حلقه واحده. المهم غادي نعاودها لكم في حلقات ونكملوا في هاد 15 يوم، اليوم راه 15 في رمضان، غنكملوا في هاد الشيء اللي بقى ديال رمضان ان شاء الله، نشوفوا شحال من حلقه، 4 ولا 5 ولا 6، ونعاود لكم كيفاش جيت بالتفصيل. وانتم داكشي اللي بغيتوا تسولوه على المانيا كيفاش جيت تقدروا من دابا تكتبوا لي كومنتات باش نعرف انا علاش غادي نهضر. شكرا لكم، وغنخلي لكم من ورا فاش يسالي الفيديو غنخلي لكم الفيديوهات ديالي في تكون السبيطار باش تشوفوا الحاله كيفاش كانت. والله يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يسهل على الجميع ان شاء الله. اللي بغى يجي لالمانيا ولا اللي جا لالمانيا ودفع الوراق الله يسهل عليه في هاد العواشر، وان شاء الله ياخذ الوريقات ديالو ويجيب وليداتو وتولي الامور بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. عبد الله ماما وحدة كان أنا البنات راح يدو لي تيو، الحمد لله الحمد لله سامع من بعد خفيفة أشياء. شكون هي؟ خفيفة خالتك زهرة؟ لا ما شتاش ها؟ سلمت عليك شيماء؟ سلم على شيماء، قولها السلام، سلم كي دايرة؟ سلم على مريم قال كي دايرين الدريات؟ سلام مريم لمياء قول السلام لمياء
على حداك. البنات درت ليه القرآن وبدا كيتحرك كيضحك، بان ليا بحال ضحك، عرفت يدور راسو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت